عيون جل مغمرات يا حي مركوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ينطلق شوط الثالث لفئة الصعوب الأبكار والمسافة المقررة 1500 متر. نروح مع الصدارة ومع المركز الأول. شوف اللي غيرت الصدارة هو المركز الأول الشاهنية حمدان بن سعيد بن حمرور العامري، لكن شوف اللي غيرت من الجانب الآخر الشاهنية سليم بن ضبون العامري على الصدارة وعلى المركز الأول. أما ثانية المراكز شوف اللي قادم على ثانية المراكز الشاهنية حمدان بن سعيد بن حمرور العامري على ثانية المراكز. أما شوف اللي قادم على ثالث المراكز الله 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 على الشاهنية سعيد بن سالم بن عيله العفاري على رابع المراكز. ولكن شوف اللي غيرت من الجانب الاخر، غيرت من مركز الى مركز وعينها الى الصدارة والى المركز الاول. المتحد عبيد بن رملي العامري غير من مركز الى مركز وعينها الى الصدارة والمركز الاول. الله 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 الله. اما ثانية المراكز الشاهنية سليم بن ضبون العامري على ثانية المراكز. اما ثالث المراكز شوف اللي قادم الشاهنية محمد بن علي بن سعيد الدرعي على ثالث المراكز. اما رابع المراكز الشاهنية حمدان بن سعيد بن حمرور العامري على رابع المراكز. ولكن نعود مع الصدارة ومع المركز الأول، نعود مع المتحدة. المتحدة اللي على الصدارة وعلى المركز الأول عبيد بن رملي العامري على الصدارة وعلى المركز الأول. ولكن شوف اللي قادمة غيرت من مركز إلى مركز، الشاهنية سليم بن ضبون العامري على ثاني المراكز وعينها إلى الصدارة وإلى المركز الأول. أما ثالث المراكز الشاهنية محمد بن علي بن سعيد الدرعي على ثالث المراكز. لكن نعود مع المتحدة. المتحدة اللي على الصدارة وعلى المركز الأول عبيد بن رملي العامري. الله 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 الله. والملاحقات من الشاهنية سليم بن ضبون العامري على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز شوف اللي قادم الشاهنية محمد بن علي بن سعيد الدرعي. لكن خلاص من هذه اللحظات تهانينا والناموس لعبيد بن رملي العامري بمناسبة فوز المتحدة وحصوله على المركز الأول. أما ثاني المراكز الشاهنية سليم بن ضبون العامري. أما ثالث المراكز الشاهنية محمد بن علي بن سعيد الدرعي. تهانينا والناموس لعبيد بن رملي العامري بمناسبة فوز المتحدة وحصوله على المركز الأول. دقيقتين و14 ثانية و12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.